عدلت السلطات اليابانيه بيانات الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الاول الى انكماش نسبته 2.9% على اساس سنوي بدلا من انكماش بلغ 1.8% في التقديرات الاوليه وفق ما نقلته وكاله رويترز كما عدلت بيانات الربع الاخير من عام 2023 الى نمو بنسبه 1. او 0.1% بدلا من 0.4% بحسب الحكومه فان المراجعه تاتي بعد تعديل بيانات الطلبيات في قطاع التشديد